السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هذا النهار إن شاء الله نتكلم على واحد الحلقة اللي في الحقيقة كنعتبرها حلقة مفيدة، كيفية التعامل مع أنثى حديثة الولادة، كيف ما كان النوع ديالها، يا إما فايتة والدة وعاد ولدت، يا إما لأول مرة غادي تولد. لأن كاين في لي كومونتير جاوني شي واحد قال لك كيفاش نتعامل مع الأنثى لأول مرة غادي تولد، يعني يلاه يلاه أول مرة غادي تعشر وأول مرة ولدت. وما في الحقيقة بحال بحال الأنثى حديثة الولادة اللي أول مرة غادي تولد، ولا أنثى اللي يعني كانت يعني كتولد ولدت واحد الخطرة عاوتاني ولدت. إذن يا ريت أنكم تتعاملوا مع هاد يعني الأنثى اللي عاد ولدت، لهاد الأم تعاملوا معها كأنها إنسان. علاش؟ لأن مسكينة هي كتكون يالله خارجة من واحد العملية ديال الولادة، كاين اللي كتكون ولدت غير عدد قليل، كاين اللي كتكون ولدت عدد كثير. يعني اللي كتكون ولدت عدد كثير راه هي كتكون حتى هي تمحنت مسكينة في الولادة، وكتكون يعني مدة وهي معصبة باش كتولد. راه حتى هي في ديك الفترات الأولى ديال الولادة راه كتعصب وكتولي شرسة بعض الشيء، ما كتكونش طبيعية. المهم نتكلموا دابا على كيفاش نتعاملوا معها، يعني خصوصا في الأسبوع الأول. يعني كما تشوفوا الأنثى ولدات، يعني صافي هي فرحتوا أنها ولدات صافي، أول حاجة ننصحكم بها وهي معلقة ديال العسل العادي، معلقة ديال العسل، ماشي غنقول لكم لا جيبوا شي عسل يعني من نوع خاص ولا من نوع غالي، لان تربية الارانب راه خاص المربي انه يقدر انه يشيط قدر ما كان من 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 هاد الارانب هادو، يعني ماشي يصرف عليهم واحد المبالغ كبيرة وفي الاخر يعطيه واحد المدخول يعني لا بأس به. لا، تربية الأرانب ممكن أنك تشيط منها مزيان إلى تعرفتي كيفاش تتعامل بذكاء مع التربية ديال الأرانب. إذن كما قلت لكم غي عسل عادي، البكية ديال 6 دراهم، كدير 6 دراهم صغيرة، هي في الحقيقة رابعة ديال العسل. هذيك ممكن أنكم ديروها واحد المعلقة منها، معلقة واحدة ديروها لها مع إطر ديال الماء، وبقاو تعطيوها من هذيك الماء، راه مسكينة هي كتسترجع الطاقة ديالها. ممكن تستعنوا عاوتاني في يعني كبداية تستعنوا بواحد حفنة ديال النخالة، أنكم تسردوها شوية غير شوية بالمدافي وتعطيوها لها، حتى هي مزيانة لها. ممكن أنكم تعطيوها عود الحلبة في الماء، حتى هي كتسترجع شي شوية ديال الطاقة. واللي مهم في هاد المرحلة هذه وهو لقامة اللي كتشيط عليكم، اللي كتشيط ديال الأتاي اللي كترميوها، يعني تعصروها يعني وتعطيوها لها ك يعني محفز. هذيك حقها هي يعني كيفاش كترد الطاقة ديالها من هذيك لقامة، لأن النعناع كيكون في ديك لقامة مزيان، وكيكون كتكون حلوة غير شدوها عصروها واحد شوية وعطيوها لها. قضية ديال السيكاليم، كاين الناس اللي كيعطيو يعني غير الخبز مثلا، الماكلة اللي كنهضر على العلف، حمل الأحسن حيدوا عليها شوية ديال الخبز في ديك المرحلة، عطيوها السيكاليم. والسيكاليم ماشي ديال التسمين، وإنما ممكن أنكم تشريو غير كيلو خاص بها ديال السيكاليم ديال الحليب. السيكاليم ديال الحليب كيعاونها في ديك المرحلة بزاف. إضافة على نبات التفاف، وخاف هاد المرحلة كيبان لي راه ما كاينش، لأن على حسب الصهد وشوية هاد البلاد فيها شوية ديال الجفاف، ولكن ملي كتصب الشتاء كيكون موجود يعني نبات ديال التفاف، راه بدا كيبان في شي مناطق. المهم التفاف حتى هو معروف نبات، راه كاينه الا بغيتو تراجعوا الفيديوهات راه كاين واحد الفيديو كيهضر على التفاف، نبات كيدير الحليب ونبات يعني معجزه. حاولوا انكم تعطيو لها في ديك الاونه الاولى. كاين قضيه اخرى، انكم منين تشوفوا الانثى على حسب يعني المظهر ديالها، منين تشوفوها
شاده صحتها وخا ولدت ممكن انكم تعطيوها في الساعات الاولى الناس اللي باغيين يربيو الانانيب ويعني ويربحوا منهم بواحد يعني الشكل كل يعني كل ما تولد الانثى يعطيوها للذكر عاود. عينكم ميزانكم منين تشوفوا الانثى باقا شاده صحتها وخا نتفات باقي مكسيه شويه بالشعر يعني باقي كتبان المظهر ديالها مزيان ممكن انكم تعطيوها حتى في العشر ساعات الاولى. اما منين تشوفوها ضعافت يعني تعظمت وضعافت لان هي كتكون منفوخه يعني تبارك الله انتم كتشوفوا معايا كاين شي نتوات عندي هنايا راهم حاملين كيبانوا لكم راهم وافين ولكن ملي كيولدوا كيوليو ضعافين بزاف وكي كي يعني حتى كيتعظموا. منين تشوفوا هذيك القضيه هكاك عطيوها شهر ديال الراحه. انا هذه راني بالتجربه يعني وخصوصا في الولده الاولى هذا السيد اللي قال لي على حساب اول مره غادي تولد من الاحسن يخليه يعطيها واحد الراحه لانك تكون عاد اول مره غادي تولد حاولوا انكم تعطيوها واحد شويه ديال الراحه باش ترتاح في صحتها وترضع مزيان يعني ما يجيو يتفطموا هذوك الصغار حتى تكون هي ردت الصحه ديالها ولات مزيانه. اذا حاولوا انكم تدونوا هذه المعلومات راه مهمين بزاف لان هذاك الانثى اللي كتولد لينا ماشي راه عباره عن حيوان نعتبروها بحال اللي صافي ما نتهلاوش فيها لا حتى هي نعتبروها كأم حتى هي ام يعني انسان منين كتولد المراه كيتهلاو فيها كيخلي يعطيوها شويه الراحه ما تحركش حتى كتبرع على خاطرها كيعطيوها شي داك في الاول حب رشاد راه هادشي معروف بالنسبه للناس اللي جربوا هادشي. المهم حاولوا انكم تتعاملوا مع النتوه هذه اللي غادي تولد بعد الولاده اكثريه في الاسبوع الاول حاولوا انكم تتعاملوا معها بلطف ما تضروهاش حاولوا انكم تعطيوها شي مقويات اللي تساعدها انها ترجع الطاقه ديالها لان راه مسكينه كتكون يعني مريضه ومسخسخه ما قادراش تتحرك هذه. المهم حاولوا انكم تتعاملوا معها برفق اعطيوها هاد الاشياء اللي تكلمت لكم عليها راها مهمه بزاف. الحلقه ديالنا راه سالات كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم مرحبا بالتعاليق ديالكم الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي وتكيو على زر جيم باش تدعمونا. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.